في ساحة مسجد العارف بالله سيدي أحمد النجم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة الأقصر محافظة قنا، في الاحتفال الذي تشارك فيه إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من لجنة الزكاة بمدينة الأقصر. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش معكم في ختام هذا اللقاء في رحاب هذه الابتهالات الدينية والمدائح النبوية والمبتهل الإذاعي الشيخ حسن قاسم. لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوك الله يفتح بالتقى الأبواب، الله يفتح بالتقى الأبواب، من يقصد الرحمن عز جنابا، الله يفتح بالتقى الأبواب، من يقصد الرحمن عز جناب، هو وحده هو وحده المعبود،
هو وحده المعبود جل جلاله، فالله يقبل من أناب وتاب. الله يفتح بالتقى الأبواب، من يقصد الرحمن عز جناب، من يقصد الرحمن عز جلاب، الله من يقصد الرحمن عز جناب، هو وحده المعبود لا إله إلا الله، الله يفتح بالتقى الأبواب، من يقصد الرحمن عز جناب، هو وحده المعبود جل جلاله، فالله يقبل من أناب وتاب. وحده المعبود، هو وحده المعبود جل جلاله، فالله يقبل من أناب وتاب. هو خالق الأكوان عالم سرها، هو خالق الأكوان عالم
من يشكر الرحمن من يشكر الرحمن زاد عطاءه من يكفر الإنعام ضل وخاب آياته جل الإله آياته جل الإله آياته جل الإله جل الإله جل الإله عظيمة سبحانه 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 نشر كتاب سبحانه نشر الوجود كتاب توبى لعبد لم يزل في طاعة فالله يجزي الطائعين ثوابا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد صلى الله عليه محمد صلى الله كما صلى الله على محمد صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا أبا الزهراء يا سيدي يا رسول الله يا من بعثك رب العزة رحمة للعالمين ومدحك بجماع الأمر كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا معكم في ختام هذا اللقاء المبارك في رحاب هذه الابتهالات الدينية والمدائح النبوية والمبتهل الإذاعي الشيخ حسن قاسم في هذه الساحة الطاهرة ساحة مسجد العارف بالله سيدي أحمد النجم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة الأقصر